الرياض هي التي تحمل مع الخطورة. لكن لدينا طبعا أبو علام، لدينا كذلك بيدرو، اللاعبان القادران على إبعاد مثل هذه الكرات. هنا أخرى تأتي، وهنا تصويبة قوية التي سكنت في شباك حارس المرمى مشعل برشم عن طريق اللاعب اللي سدد علي زانوف، هو الذي سدد في اللقطة الماضية. علي زانوف هو الذي سدد في اللقطة الأخيرة. شاهدوا العرضية كانت والتسديدة القوية سكنت في الشباك بعيدة وصعبة على حارس المرمى الكرة الأخيرة، وبالتالي هنا الهدف الأول لمصلحة